entretenir. Alors j'ai une citoyenne engagée, une pote qui a, il se connaît, où il trouve des problèmes. Et sur Google, Google Stock. يؤدي إلى الزبون بمجرد إرساله شكوى عبر الموقع حيث يتم إرسال له رسالة في إطار التكفل التام والفعال بانشغالة الزبائن. تم وضع الموقع الإلكتروني dolions.algeria.dz لفائدة المواطنين قصد التكفل التام والفعال بانشغالاتهم التظلمات والشكاوي وذلك عبر مختلف نقاط البيع أو المطارات وحتى داخل الطائرة. تكون المنصة الرقمية موضوعة على الإنترنت سواء على الموقع dolions.algeria.dz أو عبر نسخ الكود كيار. بمجرد ما يقوم الزبون بإرسال شكوى تقوم هناك فريق من مختصين في معالجة الشكاوي في مستوى القسم التجاري بالتكفل بهذا التظلم أو الشكوى. في مدة تكون أقصاها 48 ساعة، وهذه الشكوى إذا ما عالجناهاش في المدة المعينة تصعد مباشرة للمسؤولين ليتخذوا قرارات. قد تكون هذه القرارات دي سانكسيون، قد تكون الناس اللي ما قامتش بالواجب تاعها. وعلى كل حال هذه المنصة هي مبدأ، هي منصة تقرب إلى زبائننا الكرام.